اسمي اليسا واسيف، عمري 22 سنه، انا من زحله وعم بدرس سايكولوجي بالجامعه اللبنانيه. كنت اشتغل بكافي شوب بزحله، وخلال فتره كورونا خف شغلنا كثير، فصرت افكر انا بطريقه ثانيه كيف ما اقول طلع مصروفي. كنت راقب بالكافي شوب شو كانوا يستعملوا سيربس اند صوصز، وبلشت اجرب اعملهم بالبيت. اول شيء ما كانوا يزبطوا معي، كثير كبيت طبخات لحد ما وصلت اخر طبخه زبطت معي. كنت كثير حابه هذا الشيء يصير بزنس لإلي، واجى رفيقي هون قال لي في دوره بيعملوها اسمها دوره رياده الاعمال. قابلنا انا وجيسون، ومن خلال الكورسز بلشنا نتعرف كيف لازم نطور ونكبر مشروعنا. سمينا مشروعنا دير فورست، ونحن بنقدم سيربس صوصز جامز اند بينات باتر. من خلال جيل ساعدوني الكوتشز لقي التارجت اودينس تبعي، واللي هن كافي شوبس، بيستريز، ريستورانتس واوتيلات. نحن بنعمل باكجينج بكونتينرز كبار للمحلات والمطاعم، وبكونتينرز صغار بيروحوا للسوبر ماركت والاستهلاك الشخصي. اول شيء الناس عم يلفتها الباكجينج تبعنا، عم يشتروا البرودكت، وكثير عم بيكون في اقبال عليهم. بنهاية الدورة ومن خلال دعم جيل قدرت أحصل على 2 ماشينز، ماشين بتعمل البينات باتر وماشين بتعمل السيربس اند صوصز. برامج مثل جيل بيعطونا أمل إنه نضل ببلدنا، وإنه نحن عن جد رح نتطور ورح نطلع من الوضع اللي عايشين فيه.